نعم نبيل، تواجدنا في جماعة أسني منذ صباح اليوم في إطار رصدنا لتداعيات هذا الزلزال. اليوم تواجدنا في إحدى المناطق التي تم تخصيصها لإقامة مخيمات دراسية، وتم استئناف الدراسة صباح هذا اليوم بشكل تدريجي. هذه المنطقة وهذه الجماعة التي تضم 25 ألف نسمة بها عدد كبير من التلاميذ، المخيم الذي تواجدنا فيه صباح اليوم يعني وتابع لإحدى الثانويات التأهيلية التي تضم أو أزيد من 1600 تلميذ وتلميذة. لاحظنا صباح اليوم عند استئناف هذه الدراسة، لاحظنا سعادة تغمر الأطفال والتلاميذ بعودتهم إلى المقاعد الدراسية بعد انقطاع دام لأسبوع. هي فرحة وإن كانت في أجواء مختلفة وفي فضاء غير فضاء المدارس الذي عهدوه، لكنها كانت سعادة بمستقبل أفضل وبالعودة إلى الصف الدراسي. صحيح أنه خيمت بعض أو خيمت أجواء من الحزن على التلاميذ وعلى الأساتذة، خاصة وأن لهم رفاق قد غادروا الحياة بعد أن كانوا أو هم في الآن في تعداد ضحايا الزلزال. أيضا هذا الزلزال سجل وفاة سبعة من الأساتذة ومن الأطر التربوية، لكن رغم أجواء الحزن فالأمل عند هذه الفئة هو كبير باستئناف هذه الدراسة. هذه العودة بالنسبة لهم مهمة جدا بحكم أنها ستمكنهم من الخروج من دائرة الخوف ودائرة الحزن التي عاشوها طيلة هذه المدة إلى دائرة الأمل، دائرة التعلم وطلب العلم، وإن كان في خيام أو في خيام مؤقتة. الجهود الميدانية ما تزال مستمرة، سواء من جهة الإمداد بالمعونات الغذائية والأساسية الضرورية للحياة، أو أيضا إسعاف وتقديم المساعدات الطبية للجرحى المتضررين جراء هذا الزلزال. هذا الزلزال نبيل الذي ضرب بقوة 7 درجات على سلم ريختر هو يعادل أو وقع في مناطق جبلية قروية تعادل مساحتها مساحة دولتي هولندا وبلجيكا مجتمعتين بحسب تصريحات رسمية. الآن واليوم بدأت عمليات الإحصاء، أشرفت السلطات المحلية في جماعة أسني على إحصاء المنازل المتضررة حتى تتمكن من تصنيف المنازل المحتاجة إلى بناء كامل، وأيضا المنازل التي تهدمت بشكل جزئي، وذلك في إطار التعليمات الملكية بتقديم المساعدة المالية المباشرة للمتضررين، وهي عبارة عن 14 ألف دولار للأشخاص الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل، و 8 ألاف دولار بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم بشكل جزئي، بالإضافة إلى في هذه النقطة تحديدا فدوى بقيمة في هذه النقطة فيما يتعلق بالمنازل ومن فقدوا منازلهم. للتأكيد أكثر، التوجيهات الملكية صدرت قبل أيام قليلة، يعني هل يعني سيلت الأموال؟ هل هناك تاريخ لبدء بناء أو صيانة المنازل التي تضررت بشكل جزئي حتى نعرف ربما الجدول الزمني الذي يمكن أن ينتقل فيه الأهالي من الخيام التي يوجدون فيها الآن إلى منازلهم الجديدة؟ نعم، لا يمكن التكهن بوقت أو توقيت بدء العملية في إعادة بناء، خاصة وأن التعليمات الملكية جاءت صارمة في هذا الخصوص وأولت الأهمية إلى ضرورة التقييم القبلي لوضعية المناطق المتضررة. عملية الإحصاء هي مهمة في هذه المرحلة، على السلطات المحلية في هذا التوقيت تحديد الفئات المتضررة، تحديد المنازل المتضررة، كما ذكرت تصنيفها إلى صنفين، منازل هي بحاجة أو ستبنى بشكل كامل، ومنازل يجب أو سترمم أو تدخل عليها يعني بعض الإصلاحات، وذلك نسبة وتناسب بالنظر إلى حجم الضرر الذي أصاب هذه المنازل. هذه العملية لن يعني قد تستغرق وقت بحكم أن المناطق المتضررة هي كثيرة، هي قرى كثيرة متناطرة يعني في المنطقة، يعني فور تجميع هذه المعلومات ستكون
ستكون معلومات حول كيفية أو شكل البناء الجديد الذي يقول العاهل المغربي على أنه يجب أن يراعي خصوصية هذه المنطقة، والتي هي منطقة جبلية، منطقة قروية، لساكنتها عادات تميزهم وخصوصيات تميزهم، وعلى الشكل الجديد للبناء أن يراعي كل هذه يعني التقنيات وكل هذه الجزئيات حتى تتم إعادة إيواء أو إعادة إسكان أو إعادة إعمار هذه المناطق في الوقت الذي ما تزال هذه العائلات تتواجد في مراكز أو في مخيمات سواء عسكرية أو مدنية، تستفيد من خدمات في التغذية، في التطبيب، في الإيواء وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية. لاحظنا حين تواجدنا بمنطقة أسني صباح هذا اليوم أن يمكن القول على أن الأمور تحت السيطرة، وأن السلطات المغربية نجحت إلى حد كبير يعني في الاستجابة للمطالب الآنية والفورية للفئات المتضررة. نعم. من خلال الإسراع بإيوائهم، الاستجابة لمطالبهم في انتظار نقلهم أو في انتظار إعادة الإعمار وانتقالهم إلى مساكنهم الجديدة. أيضا نقطة أخيرة أو بالنسبة للأطفال الذين تم إحصاؤهم لمنحهم صفة مكفولي الأمة، فقد باشرت السلطات منذ يوم أمس عملية ترحيل أو عملية نقل 6000 تلميذ وطالب وطالبة. نعم. من المناطق المتضررة لإيوائهم وإلحاقهم بمؤسسات تعليمية في مراكش. شكرا على أن تتكفل الدولة المغربية بمصاريف دراستهم. شكرا لك فدوى المرابطي مراسلة الغد من أسني.